أهلا بكم. إذا الضبابية لا تزال تخيم على الأسواق العالمية، في أوروبا هناك ترقب لبيانات التضخم في منطقة اليورو التي قد تقدم المزيد من الدلائل حول مسار الفائدة في المستقبل، في ظل مخاوف من أن تؤدي سياسات ترامب لضعف نمو اقتصاد أوروبا. المؤشرات الأوروبية افتتحت جلسة اليوم على استقرار، بينما يقيم المتعاملون بيانات أكبر اقتصاد في أوروبا التي كشفت تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا بما يفوق التوقعات في شهر أكتوبر، مع تسارع معدل البطالة من 3.3% إلى 3.2% في سبتمبر. كما نتابع المؤشرات الأوروبية لا زالت على استقرار. في المقابل المؤشرات اليابانية أنهت تداولات اليوم متراجعة، ليسجل نيكي خسارة للأسبوع الثالث على التوالي ويحقق أسوأ أداء شهري له منذ شهر أبريل الماضي. كما نتابع نيكي يقف عند 38208 نقاط، متراجع بنحو 0.3%. ننتقل لنلقي نظرة على أسعار النفط التي استقرت خلال تعاملات اليوم. خام برنت استقر عند 72 دولار للبرميل، والخام الأمريكي مستقر عند 68 دولار للبرميل. وأسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من عام بسبب قوة الدولار بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية. نتابع أونصة الذهب تتداول عند 2661 دولار بارتفاع بنحو 0.9%، وسنناقش أسباب هذه الأسعار مع ضيفنا في الاستوديو السيد فادي رياض، كبير استراتيجي الأسواق في مونيتا ماركت. أهلا بك أستاذ فادي. نبدأ معك مع الذهب. الذهب بين تراجعات وانخفاضات، أسباب عودة الذهب إلى الارتفاع اليوم. بالضبط مثل ما ناقشنا في المواضيع، أعتقد أنه في خلال آخر ثلاث أو أربع شهور على يعني عبر قناة دبي حكينا أكثر من مرة على هالموضوع فعلا. مدى حساسية الذهب في التعامل مع التوترات الجيوسياسية، لأنه بشكل بسيط بعيدا عن الكلمة الكلاشيه أو المكررة جدا، هو الذهب حرفيا يتغذى على حالة العدم اليقين الانسرتينيتي اللي موجودة. نعم. الآن مع فوز ترامب صار في هناك تخمين من السوق أو توقع من السوق أنه راح يكون في هناك تهدئة بالأوضاع الجيوسياسية سواء بروسيا وأوكرانيا أو حتى عندنا في الشرق الأوسط. الآن عشان هيك شفنا فيه صار دروب من تقريبا مستويات 2800 دولار إلى مستويات تقريبا حوالي 2550 دولار. ولكن بعد هيك أي توترات جيوسياسية بتحصل بكل تأكيد الذهب راح يكون حساس جدا لهذا الموضوع. وبنرجع نحكي أنه من بداية عام 2024 القاعدة اللي مشينا عليها إلى حد الآن تثبت جدارتها، بمعنى بأنه كل تراجع على الذهب هو فرصة للشراء وليست للبيع. وبالتالي هاي الأمور كلياتها مجتمعة بتخلي بتعزز موقف الذهب ما زال في مخيلة كل مستثمر أو حتى الانستيتيوشنز وحتى المؤسسات أو حتى الحكومات، بأنه في كل حالة قاعدة عم بتصير سواء في توترات الجيوسياسية. الآن في شغلة زيادة انضافت، مخاوف الركود اللي موجود الآن، هاي الأشياء كمان ممكن نزيد تعزز من المكاسب الموجودة عند الذهب. وأخيرا حابب أحكي لك أنه رجعنا شفنا جولدمان ساكس، رجعنا شفنا جي بي مورغان وسيتي جروب قاعد عم بيعطي التوصيات بالنسبة للذهب عند مستويات 3000 دولار. نعم. طيب إذا انتقلنا من الذهب إلى أسعار النفط، شو تترقب الأسواق من اجتماع أوبك بلس الذي تأجل الخامس من ديسمبر؟ أعتقد بأنه أكثر وصف أو يعني أقرب وصف دقيق رأيته فيما يتعلق بأسعار النفط بأنه هناك ما زال هناك هامش للارتفاع عند أسعار النفط. فيما يتعلق ب منظمة أوبك في أوبك بلس، القرارات طبعا تم تأجيل الاجتماع، ولكن مع هيك بنشوف حتى يعني أنا بالنسبة لي البنش مارك هو الوزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي. أنا دائما وأبدا بتشوف كيف التصريحات تبعاته، لأنك أنت بتقدر تشوف فيها كيف التوجه الموجود عند أوبك بلس، وهي الحفاظ على التوازن وليست الأسعار. نعم. على التوازن في أسواق النفط. وبالتالي الآن طبعا قاعدين عم نشوف بأنه الديماند بكل تأكيد قاعد عم ينزل، وبالتالي هذا الموضوع الديماند أو الطلب، وبالتالي هذا الموضوع أعتقد بأنه أوبك بلس ستحافظ على مسألة التخفيضات اللي موجودة عندها في خلال الفترة القادمة، وهذا من ثم أعتقد بأنه راح نشوف ممكن أنه نشوف برنت أعلى مستويات 80 دولار قريب.
نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن أرقام البي سي إي التي جاءت متوافقة مع التوقعات يوم أمس بريك، كيف ستنعكس على مسار أو قرارات الفدرالي في الفترة المقبلة؟ أعتقد بأنه جيروم باول في موقف لا يحسد عليه لسبب، لأنه لما نبلش في رفع الفائدة في بداية معركة محاربة التضخم، نعم، تلقى الكثير من الانتقادات بأنه هو تأخر جدا في عملية رفع الفوائد، فهذا أول انتقاد. ولكن جيروم باول في نهاية عام 2023 كان البروجيكشن تبعاته أو التوقع تبعاته بأنه يكون في هناك خفض لأسعار الفوائد بمعدل تقريبا حوالي الأسواق كانت تتوقع في عام 2024 ست مرات. لما ما صار هذا الموضوع فجيروم باول قاعد عم بيحاول يعوض هذا الخفض، عشان هيك اتجه إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. الآن إذا عمل بوز أو اللي هو التوقف عن خفض الفوائد، هذا الموضوع راح يعطي صدمة حرفيا على الأسواق بأنه كان مخطئ مرة أخرى. لذلك أعتقد بأن جيروم باول سيتجه إلى خفض بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، حتى مع البيانات، حتى مع الإيجابية الموجودة في بي سي، لأنه الشغلة اللي ممكن تنتج أو الأوتكم اللي ممكن ينتج، ممكن تنتج هناك حالة من السلبية في الأسواق بأنه جيروم باول، لأنك أنت باختصار شديد كانت الأسواق متوقعة شيء، ومن ثم تم تغيير كل شيء من قبل جيروم باول بأنه يرجع لعند البوز، معناته هو أخطأ في 50 نقطة أساس. نعم. فأعتقد أنه سيتجه إلى 25 نقطة أساس. نعم. السيد فادي رياض، كبير استراتيجي الأسواق في مونيتا ماركت، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.